اهلا وسهلا بكم من جديد. اسمحوا لنا ان نرحب بمعالي اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه ورئيس اللجنه الاولمبيه واتحاد كره القدم بدوله فلسطين. انارت الملتقى العلمي وانارت بيك لندن، فاهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا باسمكم جميعا ونيابة عنكم أرحب بمعالي الأخ والصديق والحبيب معالي اللواء جبريل الرجوب، يعني الذي طبعا أنا ما راح أقول صفاته، يعني البوزيشن تبعه، لأنه كنا نعرف من هو أشهر من نار على علم. يعني فأني بس شيء واحد أحبيت أقوله، أقول يعني أشكرك يا معالي اللواء الكبير بكل شيء، الكبير بعلميتك والكبير بأخلاقك الكبيرة. يعني عندما شلت عليه تليفون ما يعني رد لي طلب وقال تأمر يا وسام، فأني أقول لك يا برامي يعني نورت بيك لندن ونورنا بيك، وأنت أخ وصديق للجميع وصاحب الإنجازات الرياضية الكبيرة في دعم الرياضة الفلسطينية. أنا ما أقدر أتكلم كثير عن معالي اللواء أبو رامي، ولكن يعني هو فتشي كبير جدا في قلبي، وأني عندما أتوجه دائما إلى فلسطين يعني إذا هو ما موجود ما أروح إلى فلسطين. فأهلا وسهلا بك ومرحبا، وفعلا نورت لندن قبل أن يعني تنورنا، وحياك الله. يعني أول شيء شكرا على الكلام الطيب، والدكتور كمان أنت شرفتنا بفلسطين، وأنا بتمنى أنه أحد مخرجات هذا اللقاء أنه كل الإخوان المرة الجاي إحنا مستعدين نستضيفكم بفلسطين يا سيدي. وهذه ليست مجاملة، اعتبرها دعوة رسمية، وجيب قدهم على مرتين كمان، أوكي؟ واللي معه جواز بريطاني طبعا بدوش شو اسمه، واللي من معه أي جنسية عربية احنا بنرتب وبندخله إن شاء الله عن طريق الفيفا. وأتمنى فعلا أنه نلتقي فيكو وتشوفونا على الأرض هناك، يعني وتشوفوا فلسطين اللي هي موجودة في وعي كل عربي، يعني لا خلاف على القضية، ولكن في فرق بين تسمعوا وتشوفوا على الفضائيات وبين ما تشوفوا على الأرض. امبارح غادرنا وفد عربي من عمان، كان في عندنا 10 شخصيات وعلى رأسهم وزير الخارجية، وأعتقد كلنا بنعرف وزير الخارجية، يمكن هو من أكثر الناس اللي بيشتغلوا في السياسة اللي بعتقد فيه عنده ثقافة عالية وعنده اهتمام وعنده متابعة. صعق من اللي شافوا على الأرض، يعني هذا واحد بتابع وبعرف وكذا، فيا ريت يا ريت يا ريت تشرفونا انكو تيجوا علينا. طبعا انا كنت بدي احكي بالانجليزي ونحكي كذا، ولكن مدام احنا اسرة عربية فالدكتور يعني اعطاني حق اختيار اللغة واختيار الموضوع، ومن هون انا راح احكي يعني من قلبي مع اخوي واخوات واصدقاء. والدكتور هو يعني شرف فلسطين هو وزوجته مرتين، وأعتقد تحسسوا ولامسوا المشاكل اللي احنا بنواجهها. ولكن كمان هاي فرصة لي انه انا اتحدث مع ناس من اكثر من تجربة ومن أكثر من يعني عدد من الدول العربية، ما بديش أعد بعرفش قديش. المهم أهلا وسهلا. إحنا في فلسطين كل شيء عندنا سياسي، وكل شيء عندنا نضال ومقاومة. وقبل 10 سنوات حصلت عندنا مشكلة لها علاقة بالرياضة، إنه كان في عندنا وزيرة، وحتى الآن أنا ما بعرف كيف حطوها وزيرة، بس الناس كلها بتغلط. شوف كوتا بتمشي، بس يا ريت لو فعملت غلطة استراتيجية.
الغلطة إنه هي قررت تحل اتحاد الكرة، وهذه بقوانين الفيفا مشكلة. فبلتر اللي بعتقد إنه هو كان لفلسطين مكان عنده، ودى رسول للأخ أبو مازن قال له يا رجل أنتم مجانين، أنتم إحنا ما صدقنا وإحنا شو اللي المهم. نداني طلب مني الرئيس إنه شو رأيك أنت تشرف على اتحاد كرة القدم. قلت له يا أخي مش لاقين لي شغلي أنا غير أنا، مش معقول يعني. المهم أنا فعلا قبلت، وأول شيء عملته رحت قرأت عن الرياضة وأهمية الرياضة ودور الرياضة في مشروع تحرري مثل المشروع الفلسطيني. واكتشفت أول اكتشاف عندي أنه ممكن أن تكون الرياضة وسيلة نضالية بامتياز. احنا بنعرض معاناتنا وعذاباتنا، ولكن كمان بنعرض عظمتنا وصمودنا وقدرتنا على الاستمرار وديمومة القضية الفلسطينية. ومن هون أنا يعني بالاتجاهين راح أوصل لاستنتاج. البند الأول اللي له علاقة شو التحديات اللي أنا اكتشفتها. أول تحدي الاحتلال، وهو فعلا تحدي مزعج ومدمر وكارثي، وسياسته تتجلى في تقييد حركتنا علنا في كل مناحي حياتنا وأنشطتنا وبرامجنا الرياضية. حركتنا داخل فلسطين من محافظة لمحافظة، قدرتنا في إنه إحنا نغادر الوطن، حتى منتخبنا الوطني أكثر من مرة في مشاركات رسمية نص المنتخب ممنوع يغادر، في المباراة اللي بعديها النص الثاني بيطلع والنص هذا بيطلعش. والشواهد على ذلك كثيرة، وأنا بعتقد أنه أنا جبت مادة، ويعني ممكن حتى نتواصل ونعمل لكم أبديتينج على كل ما نواجهه في هذا الموضوع. قدرتنا على أنه إحنا نستضيف فرق من الخارج، خبراء من الخارج، تجهيزات رياضية زي مثلا يعني في الزي تبع الحكام الفيفا بتوزعه على كل الاتحادات. عند فلسطين بيصطدم بالحواجز الاحتلال، تحجز البضاعة، ترمى بالأخير، وإذا بدها توصل لازم ندفع عليها جمرك، مع إنه هي يعني يفترض إنه ما في عليها جمرك. طيب مرة إجى عندنا بلاتيني وهي أحد النماذج، فهو مودينا شوية تجهيزات رياضية، حجزت في المطار 16 شهر، وبعد ضغط وكذا دفعنا 32,000 دولار إحنا، طلعوا 8,000 يورو كويس. ومع كل ذلك قلت لهم ادفعوهم هذول وحطوهم في المتحف بدنا نحتفظ فيهم. أوكي أحيانا بدنا نبني كذا مرة، نعمل فاسيليتيز، استاد، صالة، مضمار على أراضينا، وتكون الجول بروجكت من الفيفا، يوقفوا نخسر الجول بروجكت وما نعملش. وطبعا الشواهد على ذلك كما قلت لا تحصى، ولكن الأنكى من ذلك صار قصف لبعض المنشآت الرياضية، صار اغتيال لبعض اللاعبين. يعني مرة لاعبين طالعين بزيهم الرياضي باب من جرعة تدريبية بجنب الملعب، طخوهم في ركبهم، أعتقد هاي قصة كمان، وعولجوا. مشكورين إخواننا الأردنيين، الأمير علي هو أخذهم وعالجوهم في الأردن، يعني قصة معروفة للاعبين هذولا. بتقدر تعرض أنا ما برضو كمان مرة اغتالوا واحد لاعب أثناء التدريب، اقتحموا الملعب في اللعبة للجراس روتس
ولما راجعوهم قال بقول لك الضابط اللي شاف الموضوع ما قدر يستوعب انه الفلسطينيين يلعبوا يشوف فلسطيني بيلعب، فدخل جيش بسلاح و الى اخره. فطبعا هم سلوكهم يعبر عن سياسي ممنهجي القائم على نفي فلسطين ارضا وشعبا وتاريخا ومقدسات من الخرطة السياسية. ولكن هو في موضوع الرياضة وفي موضوع الشباب بده يحتل إرادتنا، وبده أي شيء نعمله ونمارسه بمقاسه ووفق مصلحته. على أي حال إحنا معركتنا وإياهم في هذا المجال مفتوحة. إحنا رحنا للفيفا وطبعا حصل هناك يعني جولات، والآن في 6 و7 4 3 في محكمة الكاس راح تفصل بيننا وبينهم في قضية غير قضية الحركة، لأن قضية الحركة في تشكلت لجنة، واللجنة حتى الآن أعتقد لم تقم بواجبها كما يجب، ولكن ظهر عندنا خرق لقوانين الفيفا ولقوانين وشرعية المجتمع الدولي وحتى لحقوق الإنسان، إنه هو مستولي على أرض لفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعامل فيها ملاعب وبيلعبوا فيها، بتلعب فيها فرق وأندي، يعني هاي الأندي والفرق هي جزء من الاتحاد الرسمي الإسرائيلي وبتأخذ تمويل وبتأخذ مساعدات من الفيفا ومن الويفا، وبتعمل نشاط رياضي خارج الحدود المعترف فيها دوليا لإسرائيل في مناطق الفلسطينيين. ولكن للأسف رئيس الفيفا طبعا، وهذا مش سر وفيما بعد لم ينكر، واتصل في نتنياهو وإحنا في البحرين قال له بتسكر الموضوع، وسكر على الموضوع وإحنا رحنا للكاس، وأعتقد أنه الكاس راح تحسم في هذا الشأن. هذا بالنسبة للتحدي الأول. ولكن التحدي الثاني كمان، إحنا عندنا انقسام، في عندنا فتح وعندنا حماس وعندنا غزة وعندنا ضفة وفي عندنا في الشتات، وهذا الموضوع إحنا حلينا بأنه اتفقنا كل القوى السياسية الرياضة لا علاقة لها بالسياسة، الرياضة تدار بتم تطويرها بتم نشرها بعيدا عن الانتماءات والتجاذبات السياسية، وفي هذا الموضوع أنا بعتقد إحنا نجحنا. التحدي الثالث اللي له علاقة، ما كان في تخطيط استراتيجي بالمعنى المطلوب والمأمول عند عشاق اللعبة وعند اللي بيمارسوا اللعبة، وهي إحنا حاولنا وبنحاول، وأنا بعتقد أنه الدكتور وسام ومجموعة يعني الكثيرين من دولنا العربية الشقيقة أكثر من مرة أجوا وساعدونا وما زالوا بيساعدونا، وطورنا إحنا خطة استراتيجية، واللي يعني ما توصلنا أو ما وصلنا إله، يعني إحنا صار في عنا اليوم خط إنتاج جدي للاعب منافس، وصار في عنا كمان خط إنتاج جدي لمدرب، مراقب مباراة، حكم إداري، مقيم، ولكن حتى الآن في هناك بعض القطاعات اللي إحنا في عنا ثغرة فيها، واللي أنا برأيي موضوع الإعلام وموضوع الماركتينج حتى الآن يمكن في عنا مشكلة في هذا الموضوع. بناء المنشآت، كل محافظة عندنا صار فيها استاد اللي بيقدروا يعني ينظموا فيه البطولات الرسمية، في عندنا 3 استادات معترف فيها دوليا وبنقدر احنا نستضيف فيها مباريات رسمية، والموضوع اللي له علاقة بالقوانين والأنظمة واللوائح ايضا احنا طورنا وبنحاول نطور، وانا بتمنى فعلا انه يعني تشرفونا مرة هيك بورشة عمل تساعدونا، لأنه هذا بظل مجال مفتوح، ولكن كمان إذا بدك تحاكم الأمور بنتائجها، أنا بعتقد أنه إحنا قطعنا شوط كبير. أنا لما يعني تكلفت بهذه المسؤولية، وطبعا أنا مسؤول عن الوزارة وعن اللجنة الأولمبية وعن اتحاد الكرة وعن الحركة الكشفية، يعني أنا رئيس كل شيء، إذا في حدا فيك عنده اعتراض هاي مشكلته. لا لا، بس إحنا عندنا قوة سياسية، يعني هذا بإجماع الفصائل، يعني أنا منتخب من كل الفصائل، فتح وحماس وشعبية واللي بدك إياه، لأنه فعلا
أنا أدرت هذا الموضوع بقيم وطنية أخلاقية مهنية ما لهاش علاقة لا بأجندة شخصية ولا بأجندة فصائلية ولا بأجندة جهوية. فبهاي الروح أنا شكلت قاسم مشترك وأنا مقتنع بالموضوع. وبديش أقولكوا يعني أكيد ما كله بطلع على الإعلام. أنا فعلا لما الأخ أبو مازن طلب مني قلت له أنا جاهز على قاعدة أن تدار العملية الرياضية بعيدا عن التبعية الفصلية. قال لي جاهد. وفي ذلك الوقت ما كانش إحنا عندنا ولا مدرب بقدر يرافق منتخبنا وما كانش وكان ترتيبنا بالفيفا 179 1/1/2009. إحنا كان ترتيبنا بالفيفا 179. إحنا اليوم ترتيبنا بالفيفا 75. إسرائيل ترتيبها 99. وجن جنونهم مش كيف هم بتراجعوا لا كيف هذول اللي جسمه بسبقونا. إحنا كمان اليوم في عنا مدربين وطنيين مؤهلين ذكورا وإناثا. بالمناسبة أنا عملت وفسحت مجال للقطاع النسوي والذكوري إنهم يمارسوا اللعبة. وأعتقد يعني إحنا في هذا الموضوع متقدمين. عندنا برضو منتخبنا الأولمبي قطع شوط. منظومة الدوري والمسابقات لكل الفئات العمرية ذكورا وإناثا موجودة. وكما قلت يعني في عندنا برضو كادر فني. طبعا كان في عندنا مشكلة انه في عمقنا العربي والإسلامي الكل متعاطف معنا أساس انه تحت الاحتلال. بس انه يعني وجود كيان رياضي كيان بمعنى انه احنا في ندية وفي كذا والى اخره. حتى البعض كان فكرنا كيس رمل على هل شو اسمه وقدحونا الثلاث نقاط وبنروح. فبرضو هذه شوية. ولكن لا بعض الأطراف العربية حقيقة وقفوا معنا بقوة. وإحنا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي اللجان الأولمبية العربية اللجان الأولمبية الإسلامية إحنا صرنا عضو وإن حق التصويت عضو كامل العضوية. ويعني تكريم لفلسطين إنه إحنا عضو دائم لا يخضع له. وهذا شيء كثير منيح. طبعا صار في احتكاكات ما بيننا وبين أطراف عربية على أرض فلسطين لأنه إحنا بنعتقد أنه أهم إنجاز عملناه غير أنه صار في عندنا منظومة أنه كمان إحنا الملعب البيت تبعنا اعترف فيه وطورنا المنظومة حتى أنها تستقبل وتستضيف. وإحنا بنشوف أنه هذا الملعب البيت يعني هو أحد سمات الهوية وال 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 والدولة. وإن شاء الله طبعا احنا يعني اكيد مش رح نتوقف عن هذا الموضوع لانه احنا طموحنا اكثر من هيك. فيما يخص بقية الالعاب برضو استيل في عندنا يمكن نفس المشكلة. ولكن انا اتوقع انه يعني سنة 2020 احنا يكون في عندنا منظومة للالعاب الفردية والجماعية منظومة قادرة على انه هي تنتج لاعب في ندية قادر ينافس مش نشارك فقط بهدف المشاركة. وأنا برأيي أنه كمان إحنا يعني نسجنا علاقة مع كل الأطراف العربية لأنه إحنا كمان مدخلنا وعمقنا والحاضنة تبعنا والبيئة اللي إحنا بنقدر نطور ونطور كمان وضعنا هو عمقنا العربي. لا في حالة كثير مريحة وإيجابية من معظم الدول العربية. ويعني حتى يمكن قبل سنتين لعبنا مع إخواننا الجزائريين فكل الشعب كان معانا ضد منتخبهم. تعرفوا الجزائريين مش سهل إنهم يكونوا زيك. ولكن فعلا كان 90 ألف يهتفوا لفلسطين وقالوا لهم فلسطين ممنوع تنغلب حتى في الجزائر ونذبحكوا إذا تغلبوا فلسطين. وفعلا انتهت المباراة بفوز فلسطين 1-0 على الجزائر. بصراحة أنا لما سجلوا لجماعتنا استحيت مظنيت قاعد على الكرسي. كان 16 وزير كلهم وقفوا وصفقوا لفلسطين وكذا وإلى آخره. وبعتقد أنه كمان في 27 رايحين نلعب إحنا وياهم بس المرة إن شاء الله بغلبونا يا أخي عشان تكون واحد بواحد. ف
فيعني أنا رأيي إنه البيئة الإقليمية بيئة إيجابية، بيئة مساعدة، وإحنا كمان نسعى لاستغلالها بما يضمن إنه إحنا نكرس الكيان الوطني الرياضي الفلسطيني كعنصر واجب الوجود في موضوع مثل العمل الوطني. هذا يمكن مجمل التحديات واللي الشيء اللي وصلنا له. طبعا أكيد عندكم أسئلة، فأنا بدي أوقف حد الهون، وبعرف إذا بتكون نحكي بالسياسة كمان أنا ما عنديش مشكلة أحكي بالسياسة، لأنه السفير وصاني برا قال لي ممنوع تحكي بالسياسة، بس ممكن ما ردش عليه بالمناسبة. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. مهما يتكلم يعني معالي اللواء ومهما يتكلمون الفلسطينيين عن المعاناة اللي موجودة بداخل فلسطين، يمكن احنا ما نقدر ناخذ من عندها اهل الخارج غير 10% فقط. اللي يزور فلسطين ويشوف معاناتهم بالداخل هو يعرف ما هي قيمة المعاناة. انا اقول الله يعينهم، يعني فعلا تحديات كبيرة، وهاي الانجازات الرياضية اللي دي سووها يعني هم انا اقول خارقين 3 مرات عن اي منتخب عربي أو أجنبي آخر. بارك الله بك معالي اللواء أبو رامي، وفعلا مسك الرياضة الفلسطينية وارتقى بها للأعلى، وشكل لجنة احنا أنا الحمد لله اللي فقر عضو لجنة، لجنة التطوير الرياضة الفلسطينية، وكنت مرشح الدكتور أسامة بنين من أي أنا رشحت اسمه على المنشطات، ويعني شكلنا في التيم، وإن شاء الله نرتقي بالرياضة الفلسطينية. وإحنا نشكرك الشكر الجزيل، واللي عنده أي سؤال أو خذوها. معالي الوزير، أهلا بحضرتك، وإحنا سعداء بوجود حضرتك معنا، وحضرتك ذكرت كل شيء في منظومة الرياضة الفلسطينية ما عدا جزء واحد بس، وأقصد به النشاطات. يعني ما فيش عندكم كيان لقائم لمكافحه النشاطات، واحنا على استعداد لو حضرتك هتدعونا ان احنا نساعدكم في انشاء هذا الكيان، ونمدكم بكل خبراتنا. وطبعا كنا متفقين مع الدكتور اسامة الحقيقه على ان احنا نكون موجودين برضو في عمليه التوعيه والندوات خارج انشاء كيان النشاط. شكرا. يعني اولا انا من المؤمنين بأنه أكبر عدو للرياضة والرياضيين موضوع المنشطات، وفي عندنا اتحاد لمكافحة المنشطات بترأسه الدكتور سبع كوكش، وهو على علاقة طيبة مع الدكتور بنباز من السعودية، وهو رجل فاضل، وهو متبني للحالة الفلسطينية ويساعد في تطويرها. ولكن أرجو وأدعوك، والتذاكر على حسابنا والإقامة على حسابنا، وخذ لك دلال ما شفته في أي دولة عربية. لا ونسوانكم معكم كمان كويس، بس تعال تعال واعمل ورشة عمل واحكي وكذا واوا وإلى آخره شاب. وأنا بقول لك as a matter of principle أنا no way. في عندنا لاعب عمل جاب ذهبي من الألعاب الفردية تبعون بناء الأجسام، عشان أنا كنت خارج الوطن، فاحتفلوا الفلسطينيين واحتفوا كذا وصاروا يتصلوا فيه شو كذا كذا. أنا روحت على البلاد، جبت رئيس الاتحاد قلت له أخذها بجدارة، قال لي بصراحة لا، قلت له ولا، قال لي هيك هيك، قلت له بتروح تسحبها منه، فاهم علي كيف، وبترجعها، وأنا لن أقبل بذلك. وأنا بقول لك هذا قناعتي وهي ثقافتي، الرياضة أخلاق، واللي ما عندوش أخلاق لا يستحق أن يمثل قضية مقدسة يعني كل العرب والمسلمين والمسيحيين العقال، مش كل المسيحيين طبعا كويس جماعة سفيرنا. هذا موضوع بالنسبة لي أنا محسوم. أنا بقول لك الآن منتخبنا الوطني وهو عمل إنجازات، الكابتن هذاك اليوم صار احتكاك وجسمانيا يعني مع لاعب ثاني، قلت للمدرب يطرد من المنتخب.
واقول لك يمكن ثلاث ارباع الفلسطينيين بقول لك بصيرش الجنرال يعمل هيك. لا، قلت لهم اللي بمارس العنف بحق لاعب لا يمكن ان يبقى في منتخبنا. فانا بتمنى بالعكس تعالوا، اما في عندنا بس احنا بالرن واي بس تعالوا ساعدونا يا سيدي، احنا بدنا مساعدتكم وبدنا امكانياتكم وبدنا خبرتكم، وانا متاكد يو ويل انجوي بينج وذ اس صدقني. شكرا جزيلا معاليك. للامانه وجودك بيننا هنا في لندن هو اثراء لنا واغناء لكل شيء. الحديث عن فلسطين مستحيل يكون حديث عن اي شيء اخر، لان فلسطين في دم وقلب كل عرب، واي انجاز يتحقق في فلسطين هو اكبر من اي انجاز ممكن ان يحققه اي بلد عربي، لان فلسطين لها مكانتها ولها خصوصيتها. هذا الشيء هو اللي يخلينا في لحظة معينة لن نتعاطف مع فلسطين، وإنما نتحد معهم لكي يتقدموا بالشكل اللي يصبحون هم رقم واحد، لأن فلسطين شيء يختلف عن الآخر. دعوتك للوفد المشارك ووفود المشاركة لحضور إلى فلسطين هي بحد ذاتها هو تحدي كبير. إن يعني أنا أتمنى أن أكون على أرض فلسطين ليس فقط لإسناد ودعم، وإنما لأكون بين أهلي وبين ناسنا، لأن يعني أهل فلسطين هم أهل النضال، أهل التحدي، حتى الرياضة عندهم مثل ما قلت أنت هي سياسة، هي أكبر من سياسة، هي نضال وتحدي ومقاومة للمحتل على طول هالفترة. شكرا جزيلا لحضرتك. أنا خليني أكون شوي براكتيكال، فاهم علي؟ في عندنا كمان طرف عربي، إخواننا الكويتيين تعرف كان عندهم مشكلة بموضوع الفيفا وكذا ورفعوا عنهم، فقبل يومين اجتنا رسالة منهم هم حابين يجوا يلعبوا عندنا 19-30، ولكن لا احنا طبعا ما بنقدرش احنا، لانه احنا ملتزمين في 22-30 بدنا نلعب مباراة ودية مع البحرين، وفي 27-30 بدنا نلعب مباراة تصفية كأس أمم آسيا مع إخواننا في عمان. فاقترحنا عليهم بين انها تكون في 14-5، تعرف 14-5 ذكرى النكبة وكذا وإلى آخره. فهم الآن الحوار بينهم وبين يعني الأمين العام الأمان العامين في الاتحادين إنه حيجوا بين 10-14-5. إحنا اليوم إمتى؟ في شو التاريخ اليوم عندنا؟ اليوم 16-2 مزبوط؟ يعني قديش أمامنا؟ 90 يوم. طيب شو رأيكم أنتوا؟ وأنا بقولكم هاي مباراة يعني بده يعني إخواننا الكويتيين هم المصرين انها بدها تصير بتصير على ارض فلسطين. شو رايكم انتوا على هامش اللقاء هذا؟ انا بدعوكم كلكم تعالوا رتبوا، هاي الدكتور بودي لي كشف من 1 لـ 1000 منيح، واهلا وسهلا، وانا متاكد راح تنبسطوا، ومع وجود اخواننا الكويتيين، وانا اتوقع انه وزير الشباب والرياضه الكويتي كمان يكون، لانه كان عندنا قبل اسبوع، ويعني هو كان يعني كثير متأثر، فخلوا اعتبروها. وأنا براكتيكال فعلا يعني يعني خلينا نبدأ نشتغل وتوصلنا الكشوف بالأسماء ومن وين وكذا واوا إلى آخره. وإحنا طبعا بالنسبة للأكوميديشنز هناك حتكونوا عند أهلكو وربعكو، وإذا في مشكلة عند حدا هون برضو إحنا في موضوع التذاكر إحنا دكتور ما في عندنا أي مشكلة، أوكي؟ بس تعالوا 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 وخليكوا تشوفوا برضو يعني. وأنا بقولكوا لقاء بالنسبة لنا تاريخي، يعني أنا بقولكوا كثير من الإخوان العرب يقولك تعالوا لعبوا عندنا، والله بنحب وكل واحد فينا يعني، بس أنا بحب الناس تيجي عندي يجوا على فلسطين، لأنه أنا لما بيجيني واحد كويتي ولا واحد سعودي ولا واحد مصري ولا واحد، هو بيحمل ثلاث رسائل. الرسالة الأولى بقول للفلسطيني أنت مش لحالك، أنه أنا أخوك أنا معك. والرسالة الثانية لهذا الاحتلال أنه أنت عدوي وعدوه. والرسالة الثالثة للمجتمع الدولي كمان أنه هاي فلسطين، والدولة الفلسطينية بدها تقوم غصبا عن أبو ترامب الأولاني. فمن هون صدقني اللي ما بدوش حدا يجي عندنا هو الاحتلال، ما بده حدا يجي، ما بده حدا يشوف جرائمهم. فبلور صورة نمطية قال اللي بروح على فلسطين هذا تطبيع مع الاحتلال، عيب.
طيب ايش لا اخي احنا الكره ربعكم يعني. وانا لو طلعت وجيت على وعشت في مخيم الوحدات ولا في مخيم عين الحلوه ولا في اليرموك يعني 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 احسن. طيب يا سيدي يلا خلونا نظلنا في بلدنا. وقيمه فلسطين انه حتى الان في فلسطين التاريخيه في 6.5 مليون فلسطيني. مش انه احنا ما هي لواء الاسكندرونه في حدا بنكر انه مش عربي. طيب يا اخوي هي راح مزبوط ولا لا ونسيتوا الناس. بس لانه احنا ما زلنا موجودين. القدس فيها 350,000 مسلم ومسيحي. فمن هون انا بتقديري يعني يعني واحنا موضوع انه حدا يجي عندنا صدقوني بنشوفه يعني بالنسبه لنا عيد. فتعالوا على شرف اللقاء. نعم لازم الكنافه مالك. خلاص اوكي انا ارجوك انا بقول لك ارجوك تعمل انت ويب سايت من يرغب ان ياتي الى فلسطين وجيب لي 1,000 واحد. ايش رايك؟ واذا اكثر كمان ما عندناش مشكله. واذا ما وسعتكم قلوبنا بتوسعكم بيوتنا او العكس. شكرا لكم. حقيقه نحن سعداء جدا بلقائك معالي اللواء وتاكيد على كلامك أبو رامي. بصراحة تأكيد على الكلام اللي قلته حضرتك. نحن بشهر 12 كان عندنا بطولة العالم لرياضات قوة رمي ببينسك إلى روسيا. كان في فريق فلسطيني مشارك اسمه فلسطين صغير. وحقيقة كان يعني إذا بتشوف وقفة الشباب العرب كلها معهم كان كل ميدالية يعني الفريق كانوا 3 لاعبين حققوا ذهبيتين وميدالية برونزية خلال ميدالية عفوا فضية خلال بطولة العالم بين 30 دولة. فهذا كان يوقفوا الشباب كلها العرب. هذا تأكيد على كلام حضرتك أنه فعلا فلسطين بقلب كل إنسان عربي وبقلبنا كلنا. ومن فترة بسيطة كمان كانت بشهر 5 كمان كان عندنا بطولة العربية ببيروت بمشاركة 15 دولة. فلسطين كمان عملت المركز الثالث في هذه البطولة ببطولة العربية لقوة الرمي. وأنا بصفتي رئيس الاتحادين العربي والدولي. قبل أن أتقدم دكتور أتكلم المشكلة اللي عندك في فلسطين بالاتحاد. ما في مشكلة إن شاء الله. هي بس موضوع نتمنى دعم سيادة اللواء بالنسبة للجنة قوة الرمي بفلسطين. متحمسين جدا الشباب إنه هن يكون لهم الدور ويشاركوا بكل المحافل وخصوصا عندنا هلا بطولة العالم القادمة إن شاء الله ستكون في جزيرة رودس باليونان وبشهر 3 في بطولة القارات حكون بشرم الشيخ بمصر. فنتمنى دعمك لهذول الأخوة ونحن اعتبر دعمي ماشي. أنا خلاص نحن شاكرين لك يعني بالنسبة هذا واجب علي واجب. وأنا باسم الاتحادين يعني هذا هيك وسام بسيط من الاتحاد الدولي. شكرا يا سيدي. يعني إذا تسمحوا لنا باسم الكل ننحي إلى السيادة اللواء. طبعا حتى ما نطيل عليكم طبعا انه يعني معالي اللواء من الطائره معالي اللواء من الطائره طبعا دار ها اوكي لعد باولا من ايطاليا تتكلم معك. Only 2 or 3 months to invite from an European representative. I am Italian, but I am also a member of PC Sport. And every year I meet in Monte Carlo your captain of the national Palestine team of football, a young woman. And I want to invite you all to support Palestine because it is dangerous in this moment. We have many wars, many problems in Syria, everywhere, and it is possible that the attention of European countries is not focused on Palestine.
I want to support your request to underline the situation of Palestinian football and sport. Unfortunately, this is a reality, but in spite of that, I think we have to continue fighting. And we have to continue exposing the suffering of the Palestinian under this racist and fascist occupation. We have no other choice. And also, we have no other place. We will remain there. And I think, and I do believe, that it's now the time for the Europeans to reconsider and even to recharge their mental batteries and recognize the realities on the ground. The Palestinian people should not be a scapegoat, should not pay the bill of what happened against the Jews last century somewhere in Europe. We were not part of that game. We were not responsible, and I don't think that we have to pay the price. But in spite of that, from our side, we do believe that Europe could and should be a player rather than a payer in a political manner, even in a sport. And it's also fact that UEFA is protecting and even defending the Israeli Federation, the Israeli Football Association, which is violating human rights, violating the UN legitimacy, and even violating the status of FIFA, organizing official league outside the internationally recognized borders of the state of Israel. I do believe that the Israelis have the right to promote, to develop within their internationally recognized borders. But to organize official league in occupied territories, I think it's not shame for the Israelis only, because they are criminals, but it's also shame for Europe, which some of them still defending, still not ready to raise red card to this fascist, colonialist occupation. But in spite of that, this is what we have. And once again, we have no other choice. Thank you, and I appreciate your commitment and your nice words. شكرا جزيلا لمعاليك. وطبعا قبل ان نختم هذه الجلسه نحب باسمكم ونيابه عنكم اقدم درع الملتقى الى سياده اللواء ونشكر احنا الشكر الجزيل للمره الثانيه والثالثه والرابعه على يعني تجشمه عناء السفر واجانا الى عم بتخجلني كثير يا دكتور. احنا اصحاب قضيه، اذا احنا بدناش نروح ونتعب و هذه قضيتنا واحنا اصحابها واحنا المحامين تبعها. بالعكس انا بشكرك، اولا بشكرك انت وزوجتك انكم جيتوا على فلسطين وساعدتونا، وانت جزء من المنظومه التي تعمل على تطوير الرياضه في فلسطين، وثانيا انك انت اعطيتنا هاي الفرصه انه احنا نتشرف ونيجي نحكي عن معاناه فلسطين ومعاناه الشعب الفلسطيني. وصدقوني تعالوا راح تستمتعوا، كل فلسطيني حكايه، كل فلسطيني يعني صدقوني البعض بنكتب كتب عن ماسيهم وعن ماثرهم ومعاناتهم، ولكن انا مره ثانيه امل ان يكون أحد مخرجات هذا اللقاء إنه نشوفكم كلكم واللي بتحبوهم وقرايبكم ومعارفكم واللي وتعالوا خلينا نجعل من 14/5 تظاهرة رياضية عربية من أكاديميين ومن رياضيين أكاديميين، أنا بحكي بالقطاع الرياضي، ويا سيدي حتى من مشجعين للرياضة، إنهم يجوا يجسدوا حبهم واحترامهم وتقديرهم في 14/5 اللي هو ذكرى نكبتنا، ذكرى إقامة هذا الكيان الدخيل. تعالوا خلينا نقولهم مع بعض إنه ستوب
ستوب ستوب. شكرا. أبو رامي المحترم، أرجو أن تشملون الفنانين أيضا بالمجيء لفلسطين. على راسي على رأ... بقول جيبوا فنانين، جيبوا معلش انا واخي ياسين الاسدي. اسمع خلي يا ستي اوكي، جيبوا فنانين، جيبوا صحفيين، جيبوا كل المظاهر اللي لها علاقة بالحضارة وبالقيم، وتعالوا تعالوا اعملوا تظاهرة، جيبوا فرق فنية، جيبوا فرق رياضية، جيبوا فرق ترفيهية، جيبوا تعالوا. شكرا لكرمك وكرم الدكتور الشيخ لي وعائلة الشيخ لي جميعا. دكتور سيادة أبو رامي، طبعا الأستاذة فوزية الشندي فنانة عراقية قديمة قديرة وأكاديمية في الجميع. نعم رئيس المنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي، يسعدني جدا هذا اللقاء معك حضرتك. تعرف احنا بأوروبا يعني مو بلندن، احنا في بروكسل عندنا لقاءات ثقافية كثيرة مع الجالية العربية ومن ضمنها اكيد الفلسطينية. يسعدني هذا الكلام من جنابك وانا تفاجأت بيها، لذلك صريت على الدكتور رسام ان انا اتحدث. فضروري أن يكون لقائك مع المثقفين العرب في بروكسل، وأنا مستعد أن أعمل لك هذا الاتجاه لربما صورة حضرتك ربما تكون نوع من الصورة الأخرى غير هاي الصورة اللي أنا شفتها، وممكن أن نلتقي بك حتى في فلسطين. أعتقد وصلت الفكرة بأن نريد نلتقي بك كمثقفين عرب ربما مقيمين ومتجنسين في أوروبا، وفلسطين قريبة لقلوبنا منذ أيام طفولتنا في بغداد والعراق. وتعرف مدى تعلق العراقيين، وتكلمت شوية أستاذتنا فوزية الشندي، فنريد لقاء مثقفين عرب معك إن كان في بروكسل أو في فلسطين، حتى توضح لنا هاي الصورة الجميلة اللي سمعتها لأول مرة، عكس التصور الآخر اللي ممكن أن نعرف على حضرتك والجانب الرياضي اللي هسه أنت نرت لنا الطريق والدعوة الجميلة جدا والغالية علينا كمثقفين عرب أن نسمع هاي الدعوة من فلسطين اللي إحنا نسمعها بثقافاتنا وبأحلامنا، وربما راح تكون حقيقة إن شاء الله عن قريب. فنوعدك أن تزورنا أو تزورك إن شاء الله ونزور فلسطين إن شاء الله. تحياتي. يعني اولا شكرا، بتعرف اكيد كل الناس بحبوا يجوا على بروكسل، والشوكولاته عندكم هناك لذيذه وكذا وهيك، بس انا يعني في سياق عرضي قلت بحب الناس تيجي على فلسطين. انا على صعيد شخصي بتعرف انا ما عنديش اوبسيشن وين انا وشو كذا، يعني مش موضوعي، انا فلسطيني، واذا يعني من حقي اني اقول لك تاريخ حياتي بس باختصار، أنا ولدت في 14/5/53 واعتقلت أول مرة في 3/12/68، قعدت 4 شهور ونص في السجن بدون أي مبرر إلا أنه أنا فلسطيني طفل كنت. التحقت بحركة فتح في 28/9/69، اعتقلت كمان مرة وطلعت، واعتقلت المرة الثالثة ب 26/12/70 وحكمت مؤبد، وظليت في السجن إلى 20/5/85، طلعت في تبادل الأسرى، وعيد اعتقالي في 18/11/85، طلعت في 29/6/86، اعتقلوني المرة اللي بعديها في 28/9/86، قعدت 6 أشهر، طلعت اتجوزت ب 13/11/87، واعتقلت ب 28/12/87، 13/1/88 نفونا الإسرائيليين على بيروت. وأنا كنت فدائي، يعني ما بديش أقول لك شو عملت، لأنه أنا مثل ما قلت لك ما عندي شيء اسمه يعني أجندة شخصية. الساعة بعديها صرت واشتغلنا بالسياسة واشتغلنا باللي بدك إياه، وانتهى فينا المطاف إلى الرياضة. يعني أنا مستعد أجي، مش وكأنه أنا جاي أدافع، لأنه أنا أعتقد من الشخصيات أو من أكثر الشخصيات التي تتعرض على مدار الساعة على كاركتر أساسينيشن،
فاهم علي؟ لسبب بسيط جدا، لأنه هذا الاحتلال، وطبعا في أطراف ممكن فلسطينية وغير فلسطينية تسعى أنه هي يعني تحتل إرادتنا من خلال بوبتس. أنا لما استشهد ياسر عرفات كنت أمين عام مجلس الأمن القومي، مستشار الأمن القومي عند ياسر عرفات، وأنا مطل يعني سواء في حياته أو فيما بعد، وهي المحاولات ما زالت مستمرة. طب إيش بدهم يعملوا؟ فهم بتعرف بدهم يطهروا وينظفوا، يعني يمكن بيعتبرونا أعشاب ضارة، فبلاقولهم للأسف. فأنا يعني مستعد ألتقي معكم عشان أدافع عن قضية فلسطين، لأنه بالتأكيد أنا إذا يعني طارح حالي رئيس بلدية في ريحة، الأودينس تبعوني في ريحة لازم أقنعهم، ومقتنعين فيه هناك، وأنا صدقني رئيس كل شيء بانتخابات ديمقراطية. وفي المؤتمر العام لحركة فتح يعني، واللي هو هذا الكور شايف، برضو بعتقد أنا يعني كنت من أول اثنين يعني، مش من آخر شايف. فأنا مستعد أشوفكم عشان أشرح لكم، مش عشان أبرر أو يعني، ولكن مرة ثانية بقول لك تعالوا 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 على فلسطين. هسا حوار مع مثقفين ومع مفكرين واللي بدك إياه، بنعمله هون وبنعمله هناك. وأهلا وسهلا فيك يا سيدي، وشكرا لك. أهلا. في عندي سؤال مو سؤال، هي مداخلة. برامي أهلا وسهلا بين أخوانك في لندن، هذا شيء نفخر فيه من بلد حبيب من شعب نكل احترام وتقدير ومحبة. أخوك الدكتور بعد الدوسري من الكويت. لا، كل بلد فيها محبين. الدوسري هي منبعها اليمن وانتشرت إلى الجزيرة العربية. طبعاً ذكرت أن وزير الرياضة كان عندكم وحاب أن يلعب. طبعاً مو بس الكويت، ما هي بس الكويت اللي حابة تلعب في فلسطين. أنا متأكد كل واحد فينا اللي موجودين الآن أو في بلداننا العربية المختلفة يتمنون، ما ينتظرون الدعوة، أقسم لك بالله يتمنون أن يسافروا إلى فلسطين عند أهلهم وأخوانهم حتى يشاركوهم. ولكن أنت عارف النظام والأنظمة السياسية تمنع دخول أي إنسان بده يروح على فلسطين، سواء في الدول العربية وعند المشاكل في الفيز أو في أمن الدولة ومشاكل. لكن من هذا المرتفع نحن مثل إخواني الكويتيين معاي في المؤتمر، من الآن أقول لك بلغ الدكتور وسام يحط أسمائنا وإحنا موجودين. وأنت طرحت في 14/5 بدك العرب كلهم يكون موجودين، وهذه مهمة مو سهلة بس ما هي مستحيلة. اليوم الدور عليكم ممكن يكون ثقيل في تعريف الرياضيين والأكاديميين الرياضيين بالذات في قضية فلسطينية، وراح نشارك، راح نخليها حملة لنصرة فلسطين من الأكاديميين ومن الرياضيين. وألف شكر لك وتشريفك لنا اليوم، فخر كبير نعتز فيه سعادة الوزير. يعني أنا بس بدي أقول للإخوان والأخوات، من يأتي إلى الأراضي الفلسطينية جواز سفره لا يختم من الاحتلال. تيجي عن طريق الجسر. احنا بوابتنا الاردن، يعني حتى احنا لما بيجي ضيوف عندنا يعني حتى لو لهم علاقه مع اسرائيل بيقول له حبيبي بدك تزورنا، احنا بوابتنا عمان. كويس. فاي واحد بيجي، اي حدا بيجي على مناطق السلطه، طبعا احنا بدنا ناخذ موافقته ونسمحوا له يفوت، مزبوط ولا لا؟ احنا تحت احتلال. التصريح بكون صادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يختم جواز سفره. أوكي. الآن في بيجي في آي بيز، في ناس مثلا إخواننا الكويتيين هذاك اليوم أجوا، وصدقني هم لأنهم انضغطوا في الوقت. إخواننا الأردنيين مشكورين، الله وكيلك، عندهم سرب طيارات هليكوبتر، ما عمرهم قالوا لأي واحد جاي على فلسطين لا.
بالعكس هم بنسقوا برتبه وبطلع من عمان من مطار ماركة وبنزل في الكومباوند تبع الرئاسي في رام الله لا بيشوف العدو الصهيوني الله يلعن أبو العدو الصهيوني ولا بيحكي معه ولا العدو الصهيوني بيشوفه كويس. فمن هون أنا بعتقد الصورة النمطية يا دكتور اللي موجودة كانت طب إحنا لسنة 2000 اللي كان بيختم على الجسر فلسطيني يعني كان في شرطي فلسطيني موجود هو اللي بيختم حسب الاتفاق اللي بعد يختلوا بال2001 احتلوا الجسر وطردوه ولكن حتى هذه اللحظة بتعرف الكيان الفلسطيني موجود. أما فيما يخص الرياضة يعني إحنا أي واحد جاء علينا بنودي ورقته للفيفا لأنه بتعرف في اشتباكات بيننا وبينهم فأي حدا بده يجي لا بنختم جواز سفره ولا اسمه تطبيع ولا بشوف العدو والله يلعن أبو هالعدو تعالوا شوفونا إحنا إيه لكم إحنا في السجن أنت إذا بتزور أخوك اللي بالسجن هذا يعني أقريت بشرعية هذا السجان المجرم ابن 66 كلب مش صحيح. ولكن في ناس بده يبرر ذمته وفي ناس بالمناسبة يعني مع احترامي للشيخ القرضاوي للأسف أعطى فتوى غير صحيحة وما لاش علاقة بالإسلام وما لاش علاقة بالدين ومش صحيحة إنه قال تروحوش تطبيع لا اللي بدوش الناس تيجي يا شيخ قرضاوي هو إسرائيل هو الاحتلال الإسرائيلي منيح وبدهم مش يشوفوكوا هم بدهم مش يشوفوا الله العظيم من مدامة أنت كنت في صيرة الكويت أحمد الفهد تعرف الشيخ أحمد تعرف هو وأبوه كذا بالنسبة لفلسطين هذول حكاية قسما بالله إنه إجا عندنا والله ما قدر إبلتر يأمن له روح يصلي في الأقصى لأنه بدهم مش حدا يجي ولا بدهم اليوم لا الناس اللي بيجي بفوت على الأقصى وبصلي غصبا عن أبوه ما هذا سؤالي أبو رامي كثير منا ما يعرف هذه الأمور طب يا أخي اعملوا أدفانس تيم يا أخي اعملوا أدفانس تيم فاهم علي اليوم بعد ما وضحت ما أعتقد أي واحد فينا لحده وبعدين أنت عارف اليوم فيش قيود ولا في حدود لا على المعلومات ولا 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 يا أخي واحد بروح بعمل شو اسمه هذا بل اليوم السوشيال ميديا بخمس دقائق بتكون ناشر أنت كل شيء وزي ما بقول لكم يعني إحنا بنرتب لكم وأهلا وسهلا فيكم وأنا كمان أصر على أنه يكون في مفكرين ومثقفين وفنانين وشعراء وأدباء وإعلاميين وليكن 14/5 تظاهرة فعلا عربية إسلامية مسيحية وجيبونا من أوروبا كمان على أرض فلسطين وأهلا وسهلا فيكم آخر مداخلة إذا تسمحون من الجزائر من الجزائر نرحب بك بسعادة معالي اللواء ونقول لك نحن الجزائريين أصالة عن نفسي وعن أقسام ومعاهد وكليات وجامعات التربية البدنية والرياضية المتواجدة في الجزائر التي عددها 26 وباسم وزارة الشباب والرياضة أننا فخورون جدا بكم بأعمالكم ونقول لكم أننا دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. سؤالي فقط أنه نطلب منكم بعض التسهيلات فقط بالنسبة للطلبة الفلسطينيين للالتحاق بالجامعات الجزائرية للتكوين وكذلك أمامي زميلي من أكاديمية علوم الرياضة بيقدم خدمة للطلبة الفلسطينيين بيقول أنه يقدم لكم خدمة للتكوين على مستوى أكاديمية علوم الرياضة بالسعودية مجانا للطلبة الفلسطينيين وشكرا بارك الله فيك أنت مقيم في الجزائر ولا هو؟ مقيم في الجزائر أعتقد كمان حلتقي إن شاء الله يا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة فبنشوفكم هناك وبنحكي في اللي بدك إياه هسا موضوع طلاب من عندنا لعندكم أنا بالعكس أي طالب يعني مثلا في موضوع الطب الرياضي إحنا حتى الآن بحاجة إنه يا ريت حدا يجي يأخذ له 2-3 مثلا يعلمهم إحنا مثلا في موضوع المحكمة الرياضية برضو كمان يعني نتمنى انه بعض الدول العربية واعتقد الجزائر عندها وتونس عندها واعتقد المغرب كمان عندها انهم يأخذونا حدا يدربوهم لانه احنا برضو بدناش نظل
فإحنا منفتحين على أمتنا العربية وعلى إخواننا في الوطن العربي يا سيدي. شكرا لك ولا الجزاء. الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة تأسس قبل سنة، وامتداد هو لفكرة رابطة الأكاديميين العرب لعلوم الرياضة. جمعنا في الاتحاد منذ سنة 70 جامعة ومؤسسة رياضية من 30 دولة، كلهم علماء العالم، وانتوا اليوم شفتوهم جوي من كل أرجاء العالم، من الوطن العربي ومن أمريكا ومن آسيا ومن أوروبا، أعداد كبيرة الحمد لله. احنا اليوم نقول للعالم، نقول لهم أنه هي الرياضة ليست مقتصرة على الميداليات والركض والجري وكرة القدم، اليوم الرياضة هي أصبحت أسلوب حياة، اليوم الرياضة هي أصبحت شيء كبير بالنسبة لصحة الإنسان. ولهذا احنا نقول توجد وسائل أخرى مساعدة للرياضة، واحدة منها هي التكنولوجيا. فكان اليوم ملتقانا سلطنا الضوء على الرياضة وعلاقة التكنولوجيا بالرياضة. شهادتين، شهادة من الاتحاد الدولي بدرجة القبضة الفخرية للدكتور وسام، وشهادة من الاتحاد العربي بمعيتكم بوجودكم من نحو يوم.